بعيد، هو مش ماسك اصلا، هو مبدئيا هو ما ينفعش ارجع، انا لازم انا انا في المكان اللي فيه الكوره ده. هنا دي الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها، التمركز. طب الكوره لما بتعلى اخد الكابتن محمد عمر بسرعه ونرجع طبعا الكابتن محمد عمر المدير الفني نادي الاتحاد السكندري. اهلا بيك يا ابو الكباتن. كابتن ميدو ازيك، وبمشي على حبيبي واخويا الكابتن ماهر همام، حبيبي عمر، وابننا بقى كابتن رضا طبعا، وكان معايا من كام يوم يعني. حبيبي يا كابتن. الله يكرمك يا كابتن عمر، ربنا يكرمك يا رب. يعني يا كابتن، يعني انا على المستوى الشخصي وحشني جدا جدا، وبحييك على الطفره اللي عملتها في نادي الاتحاد. واحنا دايما بنقول، او انا بقول دايما، ان انتوا شكل نادي الاتحاد. ربنا يخليك، وبشكرك طبعا على كلامك الجميل يا كابتن ميدو، وانت وحشني اكتر اكيد يعني. ربنا يخليك. لكن على فكره، رغم ان الفتره كانت قصيره قوي، لكن كانت شاقه جدا 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 يعني، على مدار شهرين ونص الحقيقه. كان الموضوع صعب يا كابتن ميدو، لكن يمكن اتعودنا على كده مع نادينا طبعا، ربنا فيه. يمكن دي ثالث مرة على فكرة النادي يتعرض لأزمة، وربنا يسهل الأمور وتعدي يعني يا رب. لكن هنا لازم أشيد بالمجلس الإدارة والله، وأستاذ محمد السرحي، فعلا فعلا حط لنا استقرار كنت محتاجه في الفترة دي، لأن كانت الأمور معقدة جدا يعني. هيبقى اجتهدوا معانا وتعبوا معانا الحقيقة يعني، رغم ان انتوا ماتشين مش كويسين ويتوقع عليهم غرامات، لكن في المجمل الحقيقه ادوا معانا بشكل كويس وكان مناسب الى حد ما، وعوضوا الى حد ما الفترات السابقه يعني، وانهوا الموسم بشكل معقول يعني. لكن مش هو ده وضع نادي الاتحاد، لكن في النهايه احنا جينا في فتره محدده، وجينا لمهمه محدده. اعتقد الحمد لله الكل كفانا انه يطلع النادي من الازمه، ونجحنا، وده كان المهم الحمد لله. اكيد يا كابتن محمد، يعني دعمته في فتره التجارات الشتويه اللي فاتت وجبتوا لعيبه. كابتن محمد رمين جاب لعيبه ولا اروع اكيد برضو مع حضرتك، ممكن تدعم بكام لعيب تاني؟ والله يا كابتن ميدو، احنا يعني احنا دلوقتي مش قادرين نحدد امور كثيره جدا، لان احنا معلقين بالمشاركه في البطوله العربيه. لحد وقتنا هذا ما جالناش اي اخبار لاي الفرق المشاركه، جدول، المواعيد، السفر، وبالتالي يعني احنا في حيره الحقيقه يعني، مش قادرين حتى نحدد فتره الراحه بتاعت اللعيبه، هنبدا الفتره الاعداد امتى، لا انا هتعاقد معاها لان انا هسافر، لو سافرنا اليومين دول هنسافر بنفس اللعيبه اللي موجوده معايا. تمام. بالتالي ما اقدرش اعلن بالظبط مين هيقعد. احنا في مشكله كبيره بسبب تضارب مواعيد البطوله العربيه الحقيقه. مشكله فعلا، مشكله. يعني برضو كابتن محمد، عندك لعيبة اعارات هترجعها تاني، وعندك لعيب يعني زي مانوتش مثلا، سيسي، اللعيبة دي هترجعها ولا هتعمل ايه؟ برضو يعني فعلا يا كابتن انا مش قادر احدد، لكن اكيد احنا يعني ان شاء الله الموسم اللي جاي، ودي رؤية الاستاذ محمد الصلاحي والمجلس بتاعه، ان احنا لازم يبقى الوضع مختلف، ولازم يبقى لينا تواجد في مقدمة الجدول، وبالتالي ده هيتطلب مننا توفير إمكانيات عالية ولعيبة عندها ثقة مكسب المنافسة يعني، لعيبة تتوافر فيها ثقة معينة يعني. أكيد أكيد أكيد. كل ده احنا يعني مطروح على الطاولة، لكن مجرد ما إن شاء الله في الغالب بكرة أو بعده يعلنوا موضوع البطولة، يعني ان شاء الله كل شيء هيتحدد، سواء الراحلين او اللي هنستخدمهم يعني. في بعض الامور، بعض اللاعبين الحقيقه بنتكلم معاهم بشكل جدي، لكن متفقين ان يبقى في سريه عشان ما نخش معاطرات مع بعض الانديه الثانيه. يعني كابتن عمر برضو قول لي، حطيت ايدك على نقطه معينه او على مشكله، اكبر مشكله حطيت ايدك عليها كانت ايه، والكابتن محمد عمر هيعالجها ازاي؟ هي يمكن احنا ال 11 ماتش اللي يعني اشتغلنا فيهم الحقيقه، كان عندنا مشكله كبيره في الحقيقه يعني، ده مش طعن في حد، لكن الجزء البدني ما كانش الحقيقه على ما يرام يعني. بعض المراكز كان فيها قصور شويه، مفيش بدلاء على مستوى جيد. الشغل الجماعي داخل الملعب الحقيقه برضه ما كانش في ربط بين لعيبه وبعضها يعني، كان الشغل فردي اعتمادا على مهاره لعيبه يعني. فدي امور الحقيقه واجهتنا، وكابتن ماهر يعني مدرب كبير وعارف، والكابتن رضا بتاع
عشان بس تحفظ جمله او تحفظ لعبه معينه عايز اسابيع وشهور يعني مش ايام يعني. لكن حاولنا يمكن برضو اللعيبه يعني بعض اللعيبه مستويات فكره عندهم عاليه شويه فكانت الاستجابه سريعه الى حد ما يعني. لكن كان في بعض القصور الحقيقه ويمكن انا شايف وقلت وجهه نظري دي قبل كده يعني الحقيقه تغيير المدربين كتير اثر بشكل كبير على فريق نادي الاتحاد الكربلاء. تمام يا كابتن محمد، يعني اسالك سؤال بقى لشخصك مش بصفتك يعني. شفت شكل الدوري ازاي المسابقه دي تحديدا؟ انا شفت قمه الاثاره كان في انديه المؤخره. الدوري كان محسوم من بدري، نادي الاهلي المفروض يلعب الحقيقه يعني، فهو كان حاسم الموضوع من بدري وده كان واضح من البدايه. قمه الاثاره كانت يمكن للاسابيع الاخيره المنافسه على الهبوط الحقيقه كان يعني هو ده الشيء الوحيد الايجابي في البطوله، النادي الاهلي كان حاسمها من بدري. يعني كابتن محمد عمر النجم السكندري ونجم مصر والمدير الفني نادي الاتحاد السكندري، اتمنى لك كل التوفيق السنه الجايه ان شاء الله، انت تروح برضو بالاتحاد لشكله المناسب وطموحات جماهير الاتحاد وجماهير اسكندريه عموما، ان شاء الله كل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه. برضو بتكلم بصراحه يعني المداخلات كله بيتكلم بصراحه، كله بيتكلم من قلبه، دي حاجه كويسه.